بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. استكمال لمحاضرتنا، آخر محاضرة كانت عن يعني الهيلينج، وآخر شيء تكلمنا يعني عن الهيلينج، وحنبدأ إن شاء الله نتكلم في هذه المحاضرة على الهيمودايناميك ديس أوردرز، الاضطرابات في ديناميكية أو حركات يسموها حركة الدم أو ديناميكية الدم. كمقدمة كده، the health and well-being of cells، يعني صحة الخلية ويعني بقائها يعني طبيعية، and tissue depend on، وأيضا الأنسجة تمام، يعتمد ليس فقط على depend only، يعني not only on an intact circulation، ليس فقط على يعني الجريان أو يسموها يعني الدائم أو يسموها الكامل أو السليم، to deliver nutrients but also to normal fluid hemostasis. أيضا يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى أنه ضروري يكون في إيش؟ ضروري يكون في اتزان في هذه السوائل تمام، يكون يعني يكون متزنة و يعني ماشية بشكل طبيعي في إيش، في جسم الإنسان، نسموها فلويد هيموستاسيس. فلويد هيموستاسيس، وحنتكلم على حاجة اسمها هيموستاسيس، وحنتكلم على حاجة أيضا اسمها هوميوستاسيس. هوميوستاسيس، الهيموستاسيس يا شباب هي معناها ايش؟ معناها عملية انه نمنع، بريفنت، نمنع ايش؟ نمنع البلد لوس، فقدان ايش؟ فقدان الدم، ونحافظ على بقاء الدم داخل الأوعية الدموية تمام، بشكل ايش؟ بشكل طبيعي تمام. لكن في عندنا حاجة نسميها الهوميو ستاسيز، هذه عملية اتزان يعني في جميع أجزاء ايش؟ في جميع أجزاء الجسم، فقط في الأوعية الدموية. عملية اتزان يعني في أجهزة إيش؟ في أجهزة و يعني وأعضاء الجسم، وأعضاء إيش؟ وأعضاء الجسم. طيب، this part review the major disturbances، يعني اضطرابات يعني اللي بتتم في إيش؟ اللي بتتم في يعني الجهاز يعني الدموي الديناميكي. لو بدأنا نتكلم أول حاجة عن حاجة اسمها الإيديما. الإيديما اللي هي ايش؟ اللي هي الاستسقاء، يعني معنى ايش معنى استسقاء يا شباب؟ استسقاء معنى تجمع السوائل، يعني تمام، تجمع السوائل في مكان معين تمام، خارج، خاصة خارج من خارج الأوعية الدموية، أو بين الخلايا وخارج الأوعية الدموية. طيب، ولو جينا نعرف الإيديما، يقول لك الإيديما is increased fluid in the interstitial tissue space، يعني بين ايش؟ بين الانسجه وبين الخلايا تمام، وجود هذه ايش؟ وجود هذه السوائل او بين الاوعيه الدمويه. Or it is a fluid accumulation، وعباره عن تراكم السوائل، in the body cavities in excessive amounts، في كميات كبيره، يعني تراكم السوائل في يعني تجاويف تمام الجسم، في تجاويف يعني الجسم بكميات ايش؟ بكميات كبيره. طيب، مثال على ذلك بيقول لك مثلا حاجة سماها مصطلح يعني هيدروثوراكس. هيدرو معناها ماء، وثوراكس معناها صدر. فهيدروثوراكس معناها ايش؟ معناها فلويد اكيوميوليشن، معناها تراكم، تراكم يعني السوائل، فلويد ان بلورال كافيتي، اللي هو في الغشاء البلوري اللي حول ايش؟ حول الجهاز ايش؟ الجهاز يعني تنفسي. ان اباثوجينيك ايش؟ اماونت، في يعني في كميات ممرضه، يعني كميات ايش؟ ممرضه. طيب، عندنا ايضا مصطلح اخر نسميه هيدرو بريكارديوم. هيدرو بريكارديوم، هيدرو زي ما قلنا ماء، بريكارديوم معناها حول ايش؟ حول القلب. فعباره عن باثوجينيك باثولوجيك اماونت اوف فلويد اكيوموليتد ان ذا بريكارديال كافيتي، في يعني التجويف اللي ايش؟ اللي حول ايش؟ حول يعني القلب. طيب، وفي عندنا ايضا مصطلح اخر اسمه هيدرو بريتونيكم تمام، هيدرو بريتونيكم، او نسميه يعني السايتس تمام، وعباره عن ايش؟ عباره
يعني عبارة عن إيش؟ عبارة عن تجمع للسوائل في يسموها البريتونيال كافيتي، البريتونيال كافيتي. فقلنا عبارة اللي هي الهيدروبري تونيوم، هنا إيه وليست سي، هيدروبريتونيوم أو يسميها الأسايتس، هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن فلويد أكيوميليشن إن بريتونيال كافيتي، اللي هو يعني في التجويف، ايش في التجويف البطني، تجمع السوائل. في عندنا ايضا مصطلح اخر نسميه اينا ساركا. الاينا ساركا هو عباره عن ايش؟ بقول لك عباره عن is a severe and generalized edema of the body with a profound يعني subcutaneous swelling. يعني هذا عباره عن تجمع للسوائل في جميع اجزاء الجسم، حتى الاماكن اللي هي ايش؟ اللي هي اماكن اللي هي يعني عميقه، تمام، وتحت ايش؟ ويعني تحت الجلد، تمام. عبارة عن ايش؟ عبارة عن سويلينج نتيجة لوجود هذه ايش؟ هذه السوائل. هذا اللي اينا ساركا معناها ايش؟ معناها تجمع السوائل في جميع اجزاء ايش؟ في جميع يعني تجاويف ايش؟ الجسم بشكل عام، تمام. لكن المصطلحات السابقة كل واحد ايش؟ كل واحد في مكان ايش؟ في مكان معين. طيب لو اتينا نتكلم على حاجة نسميها البري، يعني ميكانيزم اوف ايديما فورميشن، كيفية عملية تكوين او تكون او تشكل هذه ايش؟ هذه الايديما اللي هي الاستسقاء. يقول لك edema formation is determined by the following factors. تحدد تكوين او تشكل هذه الايديما، هذه تحدد ب يعني بالعوامل التاليه. اول حاجه نسميها الهيدروستاتيك اند انكوتيك بريشر، يعني الضغط يسموه الهيدروستاتيك اللي هو ضغط السوائل، يعني تدفق ايش؟ تدفق السوائل، تمام. و الانكوتيك بريشر او نسميها الضغط الاسموزي، الانكوتيك بريشر او الانكوزي او نسميها الاسموتيك بريشر، اللي هو الضغط الاسموزي. الضغط الاسموزي اللي هو معتمد على ايش؟ اللي هو معتمد على يعني تراكيز المواد الجديدة داخل موجود داخل ايش؟ داخل السوائل. طيب ايضا عندنا يعتمد ايضا على فاكتورز اخر اللي هو فاسكولار بيرميابيلتي، اللي هي نفاذيه الاوعيه الدمويه، تمام. ايضا عندنا حاجه نسميها الليمفاتيك شانلز، اللي هي يعني القنوات الليمفاوية. أيضا عندنا حاجة نسميها الصوديوم أند ووتر ريتينشن، اللي هي الاحتفاظ بالماء والصوديوم، احتفاظ بالماء وإيش؟ والصوديوم. طبعا كل واحد من هذه حنطرق له نتكلم عليه. فأهم حاجة إنك تعلم تعرف إيش إيش العوامل اللي تؤدي إلى وجود مثل هذه أو تجمع مثل هذه السوائل في إيش؟ في جسم الإنسان، سواء كانت موضعية، تمام، في مكان معين مثلا في الرئتين، في القلب، في كذا، او في الجسم كامل تجمع سوائل، ما هو السبب. فهذه عوامل عامه، تمام. يعني حنبدا نتكلم على الهيدروستاتيك اندوكوتيك بريشر، ويليها بعدين على الفاسكولار بيرميابيلتي، وثم الليمفاتيك شانلز، وصوديوم ريتينشن اند صوديوم اند ووتر ريتينشن. طيب لو بدانا نتكلم على من؟ على هيدروستاتيك اند انكوتيك بريشر، او سميناه اوزموتيك بريشر. بيقول لك ذا باسج اوف fluid across the wall of small blood vessels is determined by the balance between hydrostatic and oncotic pressure. بيقول لك ان مرور السوائل يعني خلال، تمام، هذه يعني جدار او الاوعية الدموية الصغيرة يحدد بواسطة إذن مرور السوائل أو يعني نفاذ السوائل أو خروج السوائل من هذه الأوعية الدموية، خاصة الأوعية الدموية الصغيرة، يعتمد على من؟ أو يحدد بواسطة أي؟ بواسطة يعني الاتزان بين من؟ بين ضغطين يسموهن الهيدروستاتيك بريشر، تمام، والض يعني أند أنكوتيك بريشر، ونسميها الأوزموتيك بريشر، تمام. بيقول لك there are four primary forces that determine the fluid movement. يعني في يعني أربعة قوى أساسية، تمام، التي تحدد حركة السوائل خلال ايش؟ خلال هذه ايش؟ خلال هذه يعني الشعيرات الدموية، يعني تمام، ثرو ايش؟ كابيلاريز ممبرينز، خلال الأغشية، هذه الأغشية يعني المكون لمن؟ للشعيرات الدموية. طيب أول حاجة ايش هو؟ بيقول لك ذا كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، ذا كابيلاري هيدروستاتيك بريشر. بيقول لك ذس بريشر tends to force fluid outwards from intravascular to ايش؟ space to ايش؟ through ايش؟ through the interstitial يعني او through capillary membranes to interstitial. بيقول لك مثلا هذا الوعاء الدموي يا شباب، تمام. ففي عندنا حاجه نسميها
هيدروستاتيك بريشر. هذا الضغط اللي هنا اللي بيضغط على السوائل يعني الموجود نتيجة ايش؟ التدفق. هذه السوائل الموجود داخل ايش؟ داخل الأوعية الدموية. هذا يميل الى انه ايش؟ الى انه الضغط هذا يميل الى انه يخرج السوائل، عفوا، يخرج السوائل خارج من؟ خارج الأوعية الدموية. هذا هيدروستاتيك بريشر، تمام. طيب في عندنا ايضا بريشر اخر، مش قلنا في عندنا تو بريشرز اللي هو هيدروستاتيك وانكوتيك بريشر؟ ففي معانا هيدروستاتيك بريشر موجود داخل من؟ داخل يعني الأوعية الدموية، وفي معانا هيدروستاتيك بريشر موجود خارج الأوعية الدموية اللي هو بين الخلايا، تمام. هذا يميل الى ايش؟ يميل الى انه يدخل السوائل الى الأوعية الدموية، وهنا إذن هي عندنا هيدروستاتيك بريشر. تمام، يميل إلى أنه يدخل السوائل إلى داخل الأوعية الدموية عكس الأول. في بريشر داخل الأوعية الدموية يميل إلى أنه يخرج السوائل إلى خارج الأوعية الدموية بين الخلايا يعني وبين الأنسجة. وفي هيدروستاتيك بريشر أي موجود أيضا يعني زي ما هنا هتكلم the interstitial fluid، تمام، hydrostatic pressure. This pressure tends to force fluid from the interstitial space to intravascular. يعني بدل ما هو بين الخلايا هنا، تمام، السوائل، لا، يميل إلى أنه يضغط على من؟ يعني يميل إلى أنه يعني يحصل تدفق للسوائل إلى داخل وإيش؟ داخل الأوعية الدموية. هذه blood vessels مثلا، blood فيزز الأوعية الدموية. طيب ها، وفي معانا كمان أيضا ضغط، تمام، مش قلنا عندنا ضغطين هي اللي هو هيدروستاتيك بريشر والأنكوتيك بريشر. فهؤلاء الاثنين في لهم مواقع، يعني مثلا الهيدروستاتيك بريشر في له موقع داخل الأوعية الدموية، وفي أيضا هيدروستاتيك بريشر موجود خارج الأوعية الدموية. هذا كميل إلى أنه يخرج السوائل من الأوعية الدموية إلى خارج الأوعية الدموية، والهيدروستاتيك بريشر الموجود بين الخلايا والأنسجة واللي يسموه الانترستيشيال، تمام، يعني هيدروستاتيك بريشر يميل الى انه يدخل السوائل الى داخل الاوعيه الدمويه. طيب معانا ضغط اخر اللي هو الانكوتيك بريشر. الانكوتيك يا شباب او نسميه الاوزموتيك هو نفسه، نفس الاسم، اوزموتيك بريشر، اوزموتيك بريشر يعني ضغط ايش؟ اسموزي، او نسميه الانكوتيك بريشر. طيب بقول لك هذا يعني ايضا بيكون معانا في داخل الأوعية الدموية يعني ضغط نسميه أوزموتيك بريشر. أو أنكوتيك بريشر، وأيضا في معانا ضغط خارج الأوعية الدموية يعني بتوين ذا انترستيشيال يعني سيلز أو التيشو، أيضا معانا الأوزموتيك بريشر. فلو حصل اتزان بين هؤلاء الاثنين، الهيدروستاتيك اللي موجود داخل الأوعية الدموية واللي موجود خارج الأوعية الدموية، تمام؟ يعني اتزان بين الضغط اللي موجود داخل الاوعيه الدمويه والاوزموتيك بريشر الموجود داخل الاوعيه الدمويه، واتزان بين الضغط اللي موجود اللي هو الهيدروستاتيك بريشر اللي موجود خارج الاوعيه الدمويه، وبين ايضا الضغط اللي يسموه الاوزموتيك بريشر اللي موجود خارج الاوعيه الدمويه، بينهم اتزان، حصل بينهم اتزان، معناها الامور راح تمشي طبيعيه والسوائل ما يحصلش ايش؟ ما يحصلش تكون مثل هذه ايش؟ مثل هذه يعني الاستسكاء يسموها الإديما يعني، او تجمع السوائل في مكان معين ما دام في اتزان. لكن لو حصل خلل في واحد من هذه يعني الانواع اللي هي يعني الانكوتيك سواء او اوزموتيك بريشر او يعني الهيدروستاتيك بريشر، هيحصل ايش؟ هيحصل تجمع السوائل، وحنتكلم على كل ايش؟ على كل يعني واحده منهم. فبيقول لك ايش ايضا تكمل الموضوع يعني نفس الكلام اللي ذكرناه سابقا، ذا بلازما كولويد اسموتيك بريشر ونسميه كوتيك بريشر. هذا ذيس بريشر تند تو كوز اسموسيس اوف فلويد انواردز ثرو ذا كابيلاريز ممبرين فروم ذا انترستيشن. بيقول لك ان الضغط اللي موجود داخل اللي هو الاسموتيك بريشر الان يختلف على من؟ على اللي هو الهيدروستاتيك بريشر. الهيدروستاتيك بريشر اللي موجود داخل الاوعيه الدمويه يميل الى انه يعني يقذف بالسوائل خارج الاوعيه الدمويه، تمام. لكن هنا الاوزموتيك بريشر
تمام؟ اللي موجود داخل الأوعية الدموية لا، بيسحب السوائل اللي خارج الأوعية الدموية إلى داخل، هذا يسمى الأزموزي، تمام؟ إلى داخل الأوعية الدموية، تمام؟ This plasma oncotic pressure is caused by the presence of ايش؟ of plasma proteins. يعني لما تكون البروتينات موجودة بشكل طبيعي وهذا يعني وبشكل كبير داخل الأوعية الدموية، تمام، أكثر من خارجها، فبتسحب السوائل بالطريقة الأسموزية، ولذلك سمينا أسموزيك بريشر، من خارج الأوعية الدموية إلى داخل الأوعية الدموية. تمام. أيضا في عندنا حاجة اسمها the interstitial fluid colloid osmotic pressure أو سمي أنكوتيك بريشر، تمام، هذا الضغط اللي موجود خارج الأوعية الدموية، تمام، إذا زاد وهو يزداد بزيادة البروتينات خارج الأوعية الدموية، معناها أنه حيسحب السوائل من المكان اللي هو أقل تركيز إلى المكان الأكثر تركيز. فلما يكون البروتينات مثلا خارج الأوعية الدموية أكثر منه من داخلها، معناها تتم سحب السوائل من داخل الأوعية الدموية إلى خارج الأوعية الدموية، لأنه الأنكوتيك بريشر أو الأوزموتيك بريشر يعني زائد خارج الأوعية الدموية أكثر من داخلها. تمام؟ هذا كان ايش؟ كان توضيح بالنسبه لايش؟ بالنسبه للاتزان اللي بينهم. فلو بينهم اتزان هؤلاء الانكوتيك والهيدروستاتيك او الازموتيك والهيدروستاتيك، معناها ايش؟ معناها يعني ان السوائل تبقى طبيعيه، تمشي في الاوعيه الدمويه بشكل طبيعي، ما يحصلش اي تجمع للسوائل في اي مكان، تمام، او حتى بشكل عام في الجسم كامل. طيب بيقول لك هنا اعتمادا depending on the hydrostatic and osmotic pressure، تمام، pathologic edema can be divided into two برويد كاتيجوريز. يعني ممكن نقسمها الى ايش؟ الى يعني نوعين من الايديما هذه، تمام، الاستسقاء. ففي ايديما ديو تو ديكريز ذا بلازما اونكوتيك بريشر، معناها قله البروتينات، تمام، ولذلك نقول ايش؟ نقول ايديما، الايديما قلناها ايش هي؟ معناها كذا، فما خروج السوائل من الاوعيه الدمويه الى خارج الاوعيه الدمويه، لا بين ايش؟ بين الخلايا، تمام، خارج الاوعيه الدمويه. وهذا يحصل لما ايش؟ لما مثلا في حاله، في حاله بيقول لك ديو تو ديكريز ذا بلازما يعني انكوتيك بريشر، فقلنا الانكوتيك بريشر والاسموتيك بريشر معناه يعتمد على من؟ على تركيز البروتينات. فلما مثلا يقل الاسموتيك بريشر نتيجه لقله نسبه او تركيز البروتينات داخل الاوعيه الدمويه، معناها ايش؟ معناها انه حيكون تركيز البروتين خارج الاوعيه الدمويه اكثر، حيتم سحب السوائل من الاوعيه الدمويه الى خارج الاوعيه الدمويه، فيحصل اوديما. فيحصل ايش؟ اوديما. هذا هي ايش؟ الفكره. طيب فبيقول لك انه ايش؟ بيقول لك ذا بلازما اونكوتيك بريشر از ديكريزد وين ذا بلازما بروتين ار ديكريز، ما يقل تركيز البروتينات، تمام، يعني في ايش؟ في امراض مختلفه، منها يعني مثال على ذلك يسموها البروتين لوسينج، معناها فقدان البروتين، يسموها جلوميرولو يعني باثيس، اللي هي خلل في ايش؟ في كوبيبات اللي موجوده في الكليه، مثل مرض يسموها العرض اللي يسموه العرض النفروني او يسموه النفروتيك سيندروم، وذ ليكي جلوميرولس، معناها يبدا ايش؟ تبدا الكليه تخرج منها البروتينات، تمام، لان الكليه هي عباره مصفيه للدم، فلما يكون البروتينات في الدم هذه بتخرج عبر الكليه، المفروض ما تخرجش البروتينات، تمام، لا يعني خالص، تمام، كميات بسيطه جدا، تمام، لكن اذا خرجت بكميات كبيره هذه البروتينات، معناها ايش؟ معناها هيحصل قله فيها، ومعناها تركيز اذا تركيز البروتينات داخل الدم قل، معناها ايش؟ هذا يؤدي الى انه ايش؟ فقدان السوائل. ليش فقدان السوائل؟ من ايش؟ من الاوعيه الدمويه الى خارج الاوعيه الدمويه. ليش؟ لانه حيكون تركيز البروتينات خارج الاوعيه الدمويه يعني اكثر من تركيز البروتين داخل الاوعيه الدمويه، فبيؤدي ذلك الى ايش؟ الى يعني خروج السوائل وتكون ايش؟ وتكون هذه الايديما. طيب ايضا ممكن يحصل في حاله الليفر سيروسز اللي تليف الكبد، لانه معروف ان الكبد هي مكان اللي ايش؟ مكان تصنيع البروتينات، فلما تحصل قله البروتينات معناها يعني تصنيع البروتينات، معناه انه ايش؟ هيحصل قله في تركيز البروتينات داخل الاوعيه الدمويه، وبذلك يؤدي الى ايش؟ يؤدي الى يعني ايديما نتيجه لايش؟ لقله ايش؟ الضغط الاسموزي، لانه معتمد على تركيز البروتين، كل ما كان تركيز البروتين او يسموها يعني المواد يسموها الصوليوت الموجوده في هذا السائل تركيزها كبير، كلما كان ايش؟ كلما كان يعني الضغط الاسموزي قوي او يعني متزايد. مال نيوتريشن معناها سوء التغذيه، لانه سوء التغذيه معناها ايش؟ ما فيش تغذيه يعني صحيه، وما فيش بروتينات
يعني بتدخل على الجسم، معناها ايش؟ معناها حيحصل قلة في البروتينات، وبذلك يقل ايش؟ يقل الضغط الاسموزي. ايضا عندنا حاجه اسمها بروتين لوسينج انتيروباثي، يعني احيانا قد يكون في ايش؟ قد يكون في فقدان ايضا للبروتين عبر ايش؟ عبر يعني الامعاء مثلا، او الجهاز الهضمي وغيره، لما يحصل مثلا بروفريشن وغيرها، فممكن ايش؟ ممكن يعني يحصل فقدان للبروتين يعني بنسب معينه، فيؤدي الى ايش؟ يؤدي الى يعني هذا المرض اللي هو قله الازموتيك بريشر او الانكوتيك بريشر داخل الاوعيه الدمويه، فيؤدي الى الاوديما. طبعا مثل هذه يا شباب تؤدي عادة إلى إيش؟ إلى يعني مثلا لو حصل قلة في البروتينات، أكثر ما بيكون إيش؟ مثل الجسم يعني ممكن يكون في الأبدومينال كافيتي، في جزء التجويف البطني، تجمع السوائل يسموها السايتس، تمام. وأيضا ممكن يكون إيش؟ ممكن يكون في إيش؟ في يعني السيجان أو الأرجل. طيب ايضا ممكن يكون عندنا ايديما نتيجه لايش؟ ريزلتنج فروم انكريزد كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، ممكن يزداد ايش؟ يزداد الضغط يعني اللي يسموه الهيدروستاتيكي، تمام، داخل الاوعيه الدمويه. فلما يزداد نتيجه لاسباب كثيره حنتكلم عليها الان، فممكن يؤدي ايش؟ يؤدي الى انه تخرج السوائل من الاوعيه الدمويه الى خارج الاوعيه الدمويه، فتؤدي الى تكون الايديما او الاستسكاء. اوكي طيب، as in the following diseases، مثلا بقول حاجه اسمها deep venous thrombosis، يعني انسداد في ايش؟ في يعني الاورده العميقه، تمام، فيؤدي الى ايش؟ فيؤدي الى يعني تجمع السوائل وزياده الضغط هذا، فبالتالي بتخرج بعدين الانسجه السوائل الى ايش؟ الى يعني خارج ايش؟ خارج الاوعيه الدمويه، تمام، لانه مثلا الاورده يا شباب موجود فيها ايش؟ موجود فيها يعني صمامات بهذا الشكل، فلما تمشي السوائل بهذا الشكل ما عاد ترجعش، يعني ما عاد ترجعش السوائل. فلما يحصل زي ما قلنا مثلا انسداد في يعني الوريد، تمام، فيؤدي الى ايش؟ تجمع السوائل في هذا المكان، تمام، وبيحصل ايش؟ بيحصل يعني انتفاخ للوريد، ومن ثم بيزداد الضغط هنا، وبعدين تخرج السوائل الى من؟ الى ما بين ايش؟ ما بين الاوعيه الدمويه اللي هي يسموها الانترستيشيال سبيس، انترستيشيال سبيس، تمام. طيب مثلا يعني كما يحصل ايضا في ايش؟ اسمها بولمونري اوديما، او يعني استسكاء داخل ايش؟ داخل يعني الاوعيه الدمويه، تمام، بيزداد الضغط، تمام، داخل هذه الاوعيه الدمويه، حتى اللي هي يعني حول الحويصلات الهوائيه و يعني الموجودة في الجهاز التنفسي، فيحصل ايش؟ فيحصل زي ما قلنا خروج لهذه السوائل من الاوعية الدموية الى ما بين ايش؟ من الخلايا. ايضا لما يحصل سيربرال ايديما يسموها يعني الاستسكاء الدماغي، تمام، حالات كثيرة. ممكن ايضا يحصل لما يكون في حاجة اسمها كونجستيف هارت فيلر، فشل القلب الاحتجاني، فشل القلب لايش؟ الاحتجاني، لخلل سواء كان في البطين الايمن او في البطين الايسر، ممكن هذه تؤدي لايش؟ تؤدي الى حاجة نسميها يعني استسكاء، ونسميها ايديما. نتيجة لايش؟ نتيجة انه بيزداد اللي هو الهيدروستاتيك بريشر، هيدروستاتيك بريشر، الضغط الهيدروستاتيكي. طيب لو جينا نعمل كلاسيفيكيشن، يعني يسموها يعني التصنيف السريري للإديما، فصنفوا الإديما على اساس انه ايش؟ إديما سريريا كان بي كلاسيفايد، او يعني كلينيكالي يعني ممكن تصنف الى ايش؟ الى لوكالايزد موضوعيه يعني، وجنرالايزد تايبس، يعني نوع يكون عام يعني اذن او استسكاء في جميع الجسم، وممكن يكون ايش؟ ممكن يكون لوكالايزد يعني في مكان معين فقط، مثلا يكون في البلمونري، في الرئتين مثلا استسكاء، في الدماغ، في الكذا، لكن ممكن يكون ايضا يعني استسكاء نوع اخر يسموه جنرالايزد اللي هو عام في الجسم كامل. فكمثال مثلا يقول لك لوكالايزد ايديما كمثال عليها اللي هي يسموها ديب فينوس ثرومبوز، او يسموها يعني اختصار حندرسها ان شاء الله في الثرومبوزز دي في تي، تمام، اللي هي انسداد الاورده، فبيزداد فيها الضغط يعني الهيدروستاتيكي، ويؤدي الى ايش؟ يؤدي الى ايديما. هذه لوكال في مكان معين مثلا في الساق، في الكذا، تمام. برين ايديما في الدماغ، بولمونري ايديما في الرئه، ليمفاتيك ايديما في يعني الجهاز الليمفاوي. جنرالايزد ايديما اللي هي يعني يسموها اينا ساركا، هذه ممكن تكون
يعني بشكل يعني عام عبارة عن إيديما أو استسقاء في الجسم نتيجة لإيش؟ نتيجة ل يعني مثال على ذلك يقول لك reduction of albumin due to excessive loss or reduced synthesis or as losing of proteins through the kidney. For example, nephrotic syndrome or protein loss in enteropathy أو reduced synthesis مثلا في حالة الليفر cirrhosis and malnutrition. فلما يكون في نقص البروتين هذا ممكن يؤدي إلى إيش؟ يعني ممكن يؤدي إلى generalized edema اللي هي استسكاء يعني بيكون إيش؟ بيكون عام. increase volume of blood secondary to sodium retention and caused by ايش by congestive heart failure بيحصل اشياء هنا يعني احتقان او يسموها فشل القلب احتقاني مثلا هذا واحد من الامثله اللي لنا يعني استسكاء في الجسم كامل اللي هو ايش يسموه فشل القلب الاحتقاني نتيجه ايش نتيجه لانه بيحصل فشل في البطين الايسر في سحب يعني الدم تمام والسوائل وايضا نفس الكلام في البطين الايمن في البطين الايسر ايضا في ايش في انه يضخ يعني السوائل الى ايش الى جميع اجزاء الجسم بالتوزيع وبيكون ايش بيكون في بالانس فاذا حصل خلل في واحد منهم او فيهم الاثنين فبيؤدي الى ايش يؤدي الى يعني اديما تمام وتكون ايش جنرالايز يعني بشكل عام. طيب عندنا ايضا فاسكولار بالمايابيلتي الان خلصنا من ايش خلصنا من ايش من ال يعني الفاكتورز او زي ما سميناها اللي هي ال الميكانيزمز تمام اوف ايديما فورميشن فقلنا اول حاجه اللي هو الهيدروستاتيك والانكوتيك بريشر تمام وحنتكلم الان على فاسكولار بيرميابيليتي هي اسميها نفاذية ايش نفاذية الأوعية الدموية او يعني او اسميها فاسكول يعني فاسكولار بيرميابيليتي increased vascular permeability usually occurs due to acute inflammation عادة مثل هذا يا شباب اللي هو نفاذية الأوعية الدموية يا شباب يعني تظهر نتيجة ليش نتيجة acute inflammation نسميها ايش نسميها انفلمتري ايديما انفلمتري ايديما يعني استسكاء ناتج عن التهاب نسميها التهابي ناتج عن ايش ناتج عن الالتهاب وزي ما تكلمنا في الاكوت انفلاميشن لما تكلمنا عن انفلاميشن الايديما وجود السوائل وتراكم السوائل في مكان الالتهاب يعتبر ردة فعل ويعني دفاع من الجسم زي ما قلنا يخفف السمية يعني حق الانفلاميشن ناتج عن الانفلاميشن سواء كان الانفلاميشن هذا ناتج عن بكتيريا او فيروس او غيره بيخفف السمية لوجود السوائل في هذا المكان يعني تخف السمية وأيضا يأتي بالخلايا يسموها الخلايا الالتهابية اللي هي البوليمورف ونيوكلسز النيتروفيلز عشان تقوم بعملها في ايش في التخلص من يعني الكائنات اللي أدت إلى ايش أو سببت الالتهاب. طيب فبيحصل نفاذية يسموها فاسكولار بيرميابيليتي بيحصل نفاذية في من في يعني الأوعية الدموية افترضنا هذا الوعاء الدموي يحصل في ايش في نفاذية لخروج السوائل يسموها نفاذية يعني يعني فلما يحصل increased مثلا زيادة في البرميابلي في النفاذية هذه معنى السوائل اللي داخل الأوعية الدموية حتخرج لمن؟ لخارج الأوعية الدموية هذا خارج الأوعية الدموية الدموية وهذا بيكون ايش يكون داخل الأوعية الدموية طيب the increased plasma hydrostatic pressure and decreased plasma oncotic pressure is called non-inflammatory edema يعني اللي تكلمنا عليها يعني الأوديما الناتجة عن خلل أو عدم اتزان في يعني في الضغط الاسموزي والضغط الهيدروستاتيكي فهذه يسموها non-inflammatory لأن يعني مش ناتجة عن الالتهاب يعني هي إديما ناتجة عن خلل في ايش في الاتزان بين هؤلاء ايش النوع من الضغطين أي داخل الأوعية الدموية واللي خارجها تمام لكن الذي هو ناتج عن يعني انفلاميتري تمام الانفلاميشن مثلا نسميه نسميه اكزوديت نسميه ايش اكزوديت لكن الترانسوديت هو عباره عن تجمع السوائل ناتج عن خلل في ايش
في يعني ديناميكية ايش الدم، واللي نتج واللي سببها يعني خلل في ايش في عدم اتزان هذه الانواع من ايش من البريشرز او الضغط. طيب ليمفاتيك شانيلز او نسميها الليمفاتيك ايديما. الليمفاتيك ايديما يا شباب occurs in the following conditions، تظهر في الحالات التالية: parasitic infection مثلا لما يكون في عدوى فيروسية عفوا طفيلية، مثل فيلارياسز هذه نوع من انواع يعني الطفيليات اللي تصيب الليمفاتيك سيستم الجهاز الليمفاوي، فبتدخل داخل الوعاء الليمفاوي وتعمل فيه انسداد، وايضا بتعمل فيه ايش تعمل فيه التهاب وفايبروسز، يعني تعمل فيه ايش فايبروسز وتليف. لما يتليف الوعاء الليمفاوي بيبدا ينسد، تمام، يبدا يعني مرحله ايش مرحله الانسداد، فما تكونش فيه ايش ما تكونش فيه رجوع لمن لي يعني الليمف، تمام، المحول ايضا فيه سوائل، فبيحصل تجمع للسوائل، تمام، فتحصل يسموها الليمفاتيك ايديما نتيجه الخلل داخل من داخل يعني الاوعيه المبطنه يعني الليمفاتيك سيستم الليمفاتيك فيسلز. فلما يحصل ايش لما يحصل يسموها ليمفاتيك اند انجوينال فايبروسيس تليف اربي في الاوعيه الليمفاويه، ممكن يؤدي الى ايش يؤدي الى يعني يسموها استسقاء في الاوعيه الليمفاويه. طيب ليمفاتيك ابستركشن سكندري تو نيو بلازم انفلتريشن، احيانا يحصل ايش يحصل يعني مثلا ورم، تمام، في مكان معين في جسم الانسان، فيحصل تسرب لهذه الخلايا فتؤدي الى ايش فتؤدي يعني الى انسداد في الاوعيه الليمفاويه، تمام، يتسرب هذا الخلايا السرطانيه والورم مثلا يؤدي الى انسداد في الاوعيه الليمفاويه، فيؤدي ايضا الى ايش الى يعني زياده الهيدروستاتيك بريشر، ومن ثم ايش ومن ثم تتجمع السوائل يعني خارج الاوعيه الدمويه نتيجه للضغط الموجود داخلها. طيب فمثلا في يقول لك في بريست كانسر مثلا يعني مثال على ذلك اللي هو يعني تسرب للخلايا السرطانيه في حاله البريست كانسر. ايضا اسمه بوست سورجيكال اور بوست راديشن، تمام، احيانا يعني بعد ما عمليه الاشعاع او بعد عمليه الجراحيه يقول لك انه سورجيكال ريزكشن يعني الاستئصال مثلا الجراحي لحاجه معينه، او في الليمفاتيك شانلز مثلا للاوعيه الليمفاويه، اور سكارينج افتر الراديشن او تكون الندب في هذه الاوعيه الليمفاويه ممكن ادي ايضا ايش الى انسدادها وتكون وزياده الضغط الهيدروستاتيكي، ومن ثم ايش ترشح يعني السوائل او خروج السوائل من الاوعيه يعني الليمفاويه. طيب ايضا من الميكانيزمز في تكون الإديما اللي هي صوديوم اند ووتر ريتينشن، صوديوم اند ووتر ريتينشن اللي هي الاحتفاظ، تمام، او يعني احتفاظ بالماء والصوديوم، تمام، هذه بتكون اكثر شيء يا شباب لما يكون في خلل فين، بيكون في خلل في الكدني مثلا او في ايضا في القلب، بيقول لك انه صوديوم اند سبسيكوينتلي وبالتالي يعني تمام الماء الاحتفاظ بالماء يعني يظهر في يعني in various clinical اسمه various in clinical conditions في حالات سريرية مختلفة، تمام، مثل ايش مثل congestive heart failure renal failure اللي يسموها الفشل القلب الاحتقاني او فشل الكلى. In these conditions the retained sodium يعني الاحتفاظ وحجز يعني الماء والصوديوم results in increased capillary hydrostatic pressure، بيزيد من الضغط ايش من الضغط يعني الهيدروستاتيكي الذي يؤدي الى ايش الى ادماء موجوده في ايش موجوده في هذه الامراض. طيب هذه كانت ايش كانت عباره عن يعني اليات تكون ايش تكون الادماء، عرفنا الادماء، تمام، وتصنيفها السريري، وايضا يعني اليه تكونها اللي هي ناتجة عن خلل في التوازن بين الضغطين الاسموزي والهيدروستاتيكي. فاسكولار بريمرابيلتي اللي هي النفاذية في يعني الأوعية الدموية، تمام، لما بتزداد تؤدي إلى ترشح وخروج هذه السوائل وتعمل الإيدما. أيضا لما يكون في أي شيء خلل في الأوعية الليمفاوية ممكن تؤدي إلى إيدما انسدادها يعني سواء لسبب رئيسي داخلها
يعني كمثل الطفيليات، او لسبب ثانوي نتيجه ليش؟ نتيجه يعني تسرب خلايا سرطانيه وانسداد في هذه الاوعيه الليمفاويه نتيجه الخلايا السرطانيه، او الاشعاع اللي يؤدي الى تندب يعني تكون ندب داخل هذه الاوعيه الليمفاويه وتؤدي الى انسدادها، ومن ثم زياده الضغط الالكتروستاتيكي وخروج السوائل من هذه الاوعيه الى خارج الاوعيه. واخر حاجه اللي هي سميناها الصوديوم يعني ريتينشن او سيدم اند ووتر ريتينشن، اللي هو احتجاز تمام اللي الماء والصوديوم، وهذا موجود اكثر شيء في من في يعني اعتلال القلب او يسموها الفشل القلب الاحتجاني والرينال فيلر او فشل الكلى. طيب ناتي الى يعني نقطه جديده نسميها الهايبريميا ان كونجسن، لاحتقان و زياده تدفق مثلا او الدم حجم الدم وتدفق الدم في ايش؟ في مكان معين في ايش؟ في الجسم وفي الأوعية الدموية يعني. طيب لو أتينا كذا التعريف يقول لك ديفينيشن للهيبريميا هذه والكونجستشن الاحتقان وزيادة الدم أو حجم الدم. Both of them يعني كلاهما can be defined as local increase in volume or ايش in blood in volume of the blood and in ايش in particular tissue. يعني كلاهما يعرف بأنه ايش بأنه زيادة يعني موضعية في من في حجم الدم في ايش في نسيج معين في نسيج معين. فلو اتينا مثلا بداية نتكلم على الهايبرميا، عبارة عن اكتف بروسيس، عبارة عن يعني عملية بيكون فيها يعني عملية نشطة انه ايش انه بيتدفق السوائل الى ايش الى يعني نسيج معين. يقول لك عبارة عن ايش عبارة عن is an active resulting تمام is active process resulting from عبارة عن عملية أو مرحلة أو عملية معينة تمام from increased inflow يعني تدفق الدم تمام into a tissue because of arterial vasodilation نتيجة لإيش؟ نتيجة ل يعني توسع يعني هذه الشعيرات أو يسموها يعني الشرايين الصغيرة يعني تمام. يقول لك هذا commonly occurs in exercising skeletal muscles or acute inflammation، وهذا ايضا يذكر لما يحصل ايش لما يحصل يعني exercising في من في skeletal muscles وايضا في ايش لما يحصل acute inflammation فبيحصل blood flow. البلود فلو احنا قلنا ايش في acute inflammation لو تذكروا بيحصل احمرار يعني تمام وبيحصل حرارة في هذا المكان يعني يسموها redness تمام. وهذا الريدنس نتيجة ايش لو تذكروا الكلام هذا نتيجة لتدفق الدم في هذا المكان علشان ايش عشان يقوم بالدور يعني المناسب لمن لاحتواء الاكيوت انفليشن او يسموه الالتهاب يعني الحاد في مكان معين. طيب يقول لك افكتد تيشو بيكام ريد، يقول لك الانسجة المتأثرة تصبح حمراء as there is engorgement with the oxygenated blood. بيقول لك بتبقى هذه الأوعية الدموية ولا هذه الأنسجة المتأثرة بتبقى حمراء محمرة. ليش؟ لأنه بيتراكم فيها أو بيحصل امتلاء لهذه الأنسجة يسموها engorgement امتلاء يعني تمام لهذه الأنسجة بمن بي يعني الأكسجينيتد بلاد اللي هو الدم المؤكسج الدم ايش المؤكسج. طيب لو اتينا الكونجستشن اللي يسمى الاحتقان، الاحتقان بيقول لك عكس اللي بيكون ايش بيكون عبارة عن اباسيف بروسيس عبارة عن يعني عملية ومرحلة يسميها عملية سلبية يعني resulting from وهذه عادة تنتج من ايش من impaired outflow of blood from tissue يعني بيحصل خلل في من في يعني او فشل في من في تدفق الدم من الأنسجة إلى خارجها الأنسجة إلى ايش يعني إلى خارجها أو إلى البلط يعني إلى البلط أو إلى البلط فيسلز يعني تمام out of يسموها يعني يقول لك عبارة عن is a passive process resulting from impaired outflow of blood from a tissue تمام. وهذا يظهر فين؟ عادة يظهر يعني في في في, في يعني يسموها systemically أو systematically as in cardiac failure لما يحصل ايش لما يحصل يعني فشل في القلب ما بيقدر يسحب السوائل تمام ما بيقدر يسحب السوائل يعني من ايش من بين الانسجه تمام
أو locally أو ما لما يحصل مثلا موضعيا as in isolated venous obstruction لما يحصل إيش لما يحصل يعني انسداد لمن لبعض إيش بعض الأوردة. بيقول لك هنا إنه الـ affected tissue عادة مثل هذه الأنسجة تمام اللي هي يعني موجود فيها مثل هذا الاحتقان بالدم يعني الذي ما حصلش سحبه أو يعني ما فيش عملية سحب يعني منتظمة أو طبيعية. فبيقول لك إنه هذه الأنسجة بتكون تبان على إنها بلو ريد يعني حمراء مزركة كذا due to the accumulation of deoxygenated blood نتيجة لتراكم الدم اللي هو إيش اللي هو يعني الغير مؤكسج. طيب in long standing congestion لما يحصل يعني congestion لفترة طويلة تمام also called chronic passive congestion states تمام بيحصل ايش انه poorly oxygenated blood causes hypoxia يعني ممكن ايش ممكن يحصل يعني يسموها قلة في الأكسجين نتيجة لإيش؟ نتيجة لوجود أو تراكم لفترة طويلة هذا يعني الدم تمام أو احتقان الدم في هذا المكان، وخاصة لما يكون الدم هذا غير إيش؟ غير مؤكسج فبيحصل هايبوكسيا ممكن يؤدي إلى إيش؟ ممكن يؤدي إلى يعني تفسخ الخلايا وتدمير الخلايا أو موتها يعني بيحصل إيش؟ سيل ديث نتيجة للهايبوكسيا يعني قلة إيش؟ قلة الأكسجين. طيب مثال على الكونجستن في عندنا يسموها البولموناري كونجستن اللي هو الاحتقان ايش الاحتقان الرئوي يسموه. ففي ايضا انواع من في اكيوت بولموناري كونجستن وهذا لما يكون الفيولر كابيلاريز انجورجد وذ بلاد يعني ما فيش سحب للدم منهم. فايضا بيحصل حاجه اسمها ايضا سبتال اوديما هذه بين ايش؟ يعني بين ال يعني اللي يسموها الفواصل اللي بين يعني الحويصلات اللي ايش الحويصلات يعني الهوائية اللي موجودة في الرئتين. وأيضا يكون عندنا أيضا نوع آخر نسميه كرونيك اللي هو مزمن كرونيك بلمونري كونجستشن اللي هو عن ثيكنس أو ثيكند أند فيبروتيك سبتا تمام تليف هذه ايش هذه الفواصل يعني اللي بين ايش بين يعني الفيولاي مثلا فما بيحصل شيء ما بيحصل بيحصل فيه صعوبة لسحب مثل هذه السوائل تمام وإعادتها إلى من إلى القلب علشان إيش علشان يعني بعدين يوزعها. طيب الفيولر سبيسز كونتين هيموسيدرين لادين ماكروفيجس بيحصل فيه مثل في هذه يسموها الكرونيك بلمونري يعني كونجستشن الاحتقان هذا بيكون الالفيولر سبيس الفراغ يعني يسموه الفراغ يعني الحويصلي تمام محتوي على ايش محتوي على الهيموسيدرين هذا الهيموسيدرين نوع من انواع يعني صورة تخزين ليش تخزين الحديد تمام يسموه الهيموسيدرين لادين ماكروفيجس عبارة عن خلايا الماكروفيجس هذه الخلايا البيضاء محملة بايش محملة بالهيموسيدرين محملة بايش بالهيموسيدرين resulting in appearance turned brown يعني انديوريشنز او يسموها يعني ظهور يعني يسموه اسمر ل يعني هذه ايش هذه الاماكن اللي حصل فيها ايش حصل فيها كونجستشن نتيجه لايش نتيجه لوجود الهيموسيدرين اللي موجود داخل الخلايا يعني الخلايا المحمله بالهيموسيدرين بتكون محتقنه في ايش في هذا يعني المكان كان ريزلت ان بلمونري هايبرتنشن وهذا يعني يؤدي الى ايش يؤدي الى حاجه نسميها يعني الضغط الرئوي. طيب عندنا ايضا حاجه اسمها هيباتيك كونجستشن في احتقان يسموها كبدي وفي منه اكيوت وفي منه كرونيك. الاكيوت هيباتيك كونجستشن هي بيقول لك سنترال فين اللي يسمى نسميه يعني عاده اللي هي البورتال فين تمام ساينوسايتس ار ديستند يعني بتكون يعني الجيوب هذه حق الفين وحق الاورده تكون ايش تكون يعني مكتظه ديستند مكتظه يعني مكتظه تمام there may be even central hepato يعني side generation ممكن ايضا يحصل ايش يحصل يعني خلل ايش في خلايا ايضا الكبديه
ايضا بريفرال هيباتوسايت بيتر اوكسجينيتد اند ديفلوب اونلي فاتي تشينجز. الخلايا الطرفيه في يعني في الكبد بتكون يعني تاخذ الاكسجين يعني ما بيحصلش ايش ما بيحصلش فيها اي شيء، بس ممكن ايش ممكن يعني تطور حاجه نسميها فاتي تشينجز، فاتي تشينجز اللي هي التغيرات الدهنيه او تشمع او يعني وجود الدهون في ايش في الكبد نتيجه لايش الاحتقان الحاصل يعني داخل الكبد. وفي عندنا ايضا نوع اخر يسمى كرونيك باسيف كونجستشن اوف ذا ليفر، وهذا بيقول لك انه السنترال لوبيولز جروسلي ديبريست because of the loss of cells and appear red brown. فبيحصل انه هذه يعني يسموها الفصيصات يعني الموجوده المركزيه داخل ايش داخل يعني الليفر بتكون ايش بتكون يعني مكتظه ايضا، تمام، ونتيجه ايش نتيجه لفقدان الخلايا، وبتبان براون، بتبان ايش براون بيسموها يعني لما تكون الكبد محتقنه تمام بالبلط، تمام، فنسميها ايش نسميها ناتميج ليفر، ناتميج ليفر يسموها يعني الكبد اللي يشبه ايش اللي يشبه جوز الطيب، يعني يشبه جوز ايش الطيب اللي سبب اللون البراون اللي موجود في ايش في الكبد نتيجة الاحتقان او يعني احتقان الدم او اكتظاظ الليفر بايش بالدم. في مسدرين لادي ميكروفيجس ايضا بتكون يعني تترسب وتكون الخلايا هذه، تمام، او بتحتقن يعني بيحصل احتقان لهذه الخلايا بتجمع، تمام، اللي هي خلايا اسمها ميكروفيجس اللي هي محموله ومحمله بالهيموسيدرين، هذه مثل الهيموسيدرين اللي هي ايش اللي هي تعتبر صوره الحديد المخزنه يعني. طيب in long standing hepatic congestion commonly associated with the cardiac failure there is a grossly evident hepatic fibrosis called cardiac cirrhosis. cardiac cirrhosis بيحصل يعني تليف يا شباب يعني اذا مثلا استمر الاحتقان هذا، تمام، نتيجه لخلل في القلب ما عم بيقدر يسحب الدم، تمام، فبيحصل ايش بيحصل يعني تجمع للذي ويؤدي الى حاجه يسميها تليف، تمام، او يعني تشمع يسموه تشمع الكبد، فسموه كاردياك سيروسز لانه ناتج عن من ناتج عن خلل في القلب ما عم بيقدرش يسحب مثل هذه السوائل، فبيحصل احتقان للدم والسوائل في هذا المكان فيؤدي الى ايش يؤدي الى هيباتيك سيروسز. طيب لو جينا نتكلم على الهيموريج، الهيموريج معناها النزيف، النزيف عبارة عن ايش تعريف ما هو خروج الدم من الأوعية الدموية، بسيط يعني، ولكن هيموريج is extravasation of blood outside the blood vessels، وخروج الدم من الأوعية ايش من الأوعية الدموية. طيب لو جينا مثلا للكوزز ما اعرف ايش اسباب الهيموريج النزيف، يعني بيقول لك فيزيكال تروما اللي هي عوامل فيزيائية مثلا يسموها كدمات يعني فيزيائية مثلا طعنة ستابينج ستيك انجري مثلا يعني بآلة معينة جان شوت رصاصة طلقات رصاص يعني بندقية موتور فيكل اكسيدنت حوادث يعني ناتجة عن ايش ناتجة عن السيارة وغيرها، كل هذه تؤدي الى ايش تؤدي الى نزيف وخروج الدم من الأوعية الدموية. بيقول لك ان ادكويت in blood clotting which can be due to ايش يعني ايضا بيكون ايش بيكون يعني ما فيش تجلط للدم كافي، تمام، فهذا ممكن يؤدي ايضا الى نزيف وخروج ايش وخروج الدم من الاوعيه الدمويه، لانه حصل لك جرح مثلا وما تجلطش حيبقى الدم يخرج واصل يحصل لك ايش هيموريج يسموها نزيف. طيب من ايش ممكن يحصل انه ما فيش تجلط للدم طبيعي يسموه كافي يعني، تمام، بيقول لك ايش ينتج هذا ممكن يكون ناتج عن ايش يقول لك too few or poorly functioning platelets، يعني الصفائح الدمويه هذه اللي بتكون زي ايش زي الكرات اللي بتسد على من على يعني الجرح، تمام، فبتكون ايش بتكون يعني فيها خلل سواء كان خلل كمي او خلل نوعي مثلا كميتها قليله، تمام، او حتى لو كانت مثلا كميتها مثلا موجوده بشكل كافي لكن وظيفتها، تمام، نوعيا يسموها وظيفتها كواليتيتيف وظيفتها يعني ايش يعني غير ايش غير
طبيعية، وظيفتها غير طبيعية، فسموها qualitative and quantitative defect of platelets. تمام. طيب missing or low amount of clotting factors، يعني عوامل التجلط قليلة. تمام. فما بيحصل شيء، ما بيحصل تجلط طبيعي لمن للجرح. low levels of prothrombin and fibrinogen and other precursors، والعوامل يعني يسموها الأوليات، أوليات يسموها الكلوتينج فاكتورز أو عوامل التجلط، إذا كان في قلة فيها فتؤدي أيضا إلى نزيف. أيضا عندنا حنسميها inadequate فيتامين كي، لما يكون غير كافي يعني هذا الفيتامين اللي هو مهم جدا لعملية ليش؟ لعملية الكلوتينج. فبيحصل أيضا ايش؟ بيحصل يعني نزيف. طيب نأتي كذا بس إلى بعض المصطلحات يعني اللي هي في الهيموديناميك مثلا أو حتى في الهيموريج. يقول لك هيموريج enclosed within a tissue or a cavity، تمام، is known as hematoma. يعني لو في مثلا نزيف بسيط في مكان معين بسيط في الجسم، تمام، أو في الجلد أو في مكان معين مثلا حتى في الدماغ، حتى هذه نسميها ايش؟ نسميها هيماتوما. نزيف يعني في مكان معين، تمام، ومتموضع في ايش؟ في يعني في موضع معين ما هوش منتشر يعني، تمام، هذا نسميه ايش؟ نسميه يعني هيماتوما، لانه ايضا بيحاول الجسم، هو من ضمن اللي هي يعني نسميها الهوميوستازيس، انه يسيطر على من يسيطر على النزيف اللي بيحصل في اماكن معينه في ايش؟ في جسم الانسان. طيب لما يكون مثلا النزيف عباره عن مانيوت يعني دقيق، تقريبا من 2 الى من 1 الى 2 مليمتر هيموريج، يعني نزيف بسيط بهذا القدر يعني من 1 الى 2 مليمتر، اوكرينج اذا سكان مظهر في الجلد او الموكس او الغشاء المخاطي مثلا في الجسم، اور سيروسال سموها سيرفيس او الاكياء يعني في مناطق مصليه مثلا، هذا نسميها ايش؟ نسميها بيتيكيا. نسميها ايش؟ بيتيكيا. نسميها بتكية. لكن لما نكون مثلا زي ما تكلمنا هيمورهيج انكلوزد يعني مغلق، تمام، وذين التيشو داخل ايش؟ داخل التيشو، داخل النسيج، تمام، او داخل التجويف، هذا نسميه ايش؟ نسميه هيماتوما. لما يكون النزيف مغلق، تمام، داخل تجويف او داخل نسيج، هذا نسميه هيماتوما. لكن لما يكون مثلا في الجلد او في الغشاء المخاطي يعني يعني حجمه ما تعداش 2 ملم، هذا نسميه بتيكيا. تمام، بتيكيا زي النشمة كذا، زي النشم يعني، زي يسموها يعني يعني البثرات او بنيه كذا، نتيجه لايش؟ نتيجه لي يعني الهيموريج البسيط. طيب لو زاد مثلا يقول لك سلايتلي اكثر من 3 ملم هيموريج اوكرنج ان سكن از ريفيرد تو ايش؟ بربيورا، يسموها ايش؟ بربيورا. هذا بيكون اكبر يعني نزيف يعني اكبر شويه، اتسع شويه في الجلد، هذا نسميه ايش؟ نسميه بربيورا. طيب لما يكون اكبر من هذا بيقول لك لارج ذان 1 تو 2 سنتيمتر، لما يكون مثلا نزيف في مكان معين في الجسم، تمام، ان ذا سب كيوتانس هيماتوما از كولد، يسموها ايكيموسيس. يسموها ايش؟ ايكيموسيس، او يسموها بروزيس. تمام. ات از typical of ايش؟ افتر ترومو، هذا عادة لما يجي ايش؟ يكون في كدمة بسيطة مثلا في الجسم، فتحصل ايش؟ ينزف، خاصة بعض الناس اللي عندهم مثلا خلع حتى في يعني في الكروتينج فاكتورز وغيرها، فيحصل ايش؟ يحصل نزيف، ويبقى يعني المنطقة محمرة او مزرقة، وبعدين تتحول الى تسود، وهكذا الى ان يحصل ايش؟ امتصاص ل يعني للدم والنزيف اللي حصل. طيب effects of hemorrhage، يعني عادة يقول لك ايش؟ انه الهيموريج depend on the rate and the amount of blood loss. النزيف عادة يعتمد يعني تأثير النزيف يعتمد على كمية الدم مثلا اللي فقدت ومعدل النزيف ايضا. فيقول لك اذا زاد مثلا if more than 20% of total blood volume is rapidly lost، إذا زاد فقدان الدم أكثر من 20% من نسبة الدم، بالنسبة من الدم يعني حصل لها فقدان، ربما هذا يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى حد يسموها hypovolemic shock، يسموها صدمة ناتجة عن إيش؟ ناتجة عن يعني قلة حجم إيش؟ قلة حجم
الدم او فقدان ايش فقدان الدم ممكن تؤدي الى ايش للديث او الوفاه. هذا كرونيك لوس اوف بلاد ليد تو انيميا، يعني فقدان الدم المزمن يؤدي الى ايش يؤدي الى يعني الانيميا. اكتفي يا شباب بهذا القدر، ونشوفكم ان شاء الله يعني في محاضره قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.